أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم اللي راح نعرضكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بالأسفل. تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج حتى تعطونا رأيكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها عليكم من أشياء أنتم نشرتوها على المواقع أو بالمواضيع اللي أنتم تردون تسولفون بها. في حال ما تأمن الخط وياكم وتحبون المشاركة بالبرنامج، الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب تقدرون تتواصلون به أو تتواصلون عليه على برنامج الواتساب. أتمنى تكون رسالتكم متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم ونعرف منو كتب لنا ومن وين. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بقضية ابتزاز الميليشيات وأتباعهم ومناصريهم لأبناء الشعب العراقي وبكافة الشرائح المجتمعية، غني فقير، ناشط صحفي، مواطن عادي أعزل، مهما يكون هذا المواطن أكو إلى ابتزاز. من بغداد لقينا مناشدة لرجل أعمال عراقي اسمه جهاد القريشي، ناشد بكلمته رئيس حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران محمد الشيعي السوداني أبو الله لا يوفقني، ورئيس السلطة القضائية بالعراق فائق زيدان، وراء ما تعرض لحملة تشهير وابتزاز وتهديد بالقتل من قبل جهات خارجة عن القانون بمشهد مو غريب على الواقع الحالي بالعراق. هذا كله بسبب انفلات السلاح، بسبب ضعف سلطة القانون، علما أن الصفحات الموالية للميليشيات أشاعت قبل أيام أنباء عن اغتيال رجل الأعمال العراقي القريشي، ليطلع هو بالأخير وينفي كافة الأنباء ويأكد أنه هو موجود بصحة وعافية. تعالوا نشوف سوية المناشدة مالته وشنو اللي قاله. بغض النظر عن رجل أعمال، كمواطن عراقي أوجه كلامي لأخونا الكبير حضرة رئيس الوزراء محمد الشياعي السوداني، للأخ العزيز المحترم رئيس مجلس القضاء الأعلى فايق زيدان. طالبت بفلوس تفجرت، النوبدة أتعرض لساءات، تهديدات، رسائل، ماكو تشهير، الامور كلها هاي تصير بسبب يعني انتقلوا من مراحل المراحل، من مراحل التفجير، المراحل التشهير، حاطين لهم ناس هذا يقول كذا ذاك، واحنا ناس ولد عوائل. من 92 انا رجل اعمال بغرفه تجاره بغداد، بدت الناس السي ان تنسب لنا شغلات هي ما موجوده، ان انا اكو امور تتروج علي انا ما مو طرب بيها. يقول طالبت بفلوسي تفجرت. طبعا ما من حق المواطن اليوم يطالب بفلوسه، منو انت حتى طالب بفلوسك؟ عندك تيار، عندك حزب، عندك كتلة، عندك ميليشيا، عندك جهة، ما مرشح نفسك للانتخابات، باصم بالعشرة الإيران، باصم بالعشرة الأمريكا. إذا انت واحد من هذولة صدقني ما يضيع لك حق بالبلد، وتقدر تطالب بأي شيء، دينار تقدر تطالب به. أما إذا أنت مواطن عراقي واللي أصبح اليوم بالعراق هو درجة عاشرة، فلو يضيع لك مليار دينار ما تقدر تطالب بحقك. أي رقم واحد. رقم اثنين، على شنو الابتزاز وعلى شنو ينضرب أو يتهدد أو يشيعون أنه هو انقتل أو تم اغتياله وتصفيته وراء يطلع كل شيء ما بيه؟ شنو اللي سواه؟ يعني أنا المشكلة هسه اكو دول 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 بالعالم قائمه على الاستثمارات، دوله تعطي رواتب وتعطي ميزانيه تشغيليه وتعطي كل شيء بالاستثمار، ما عندها خيرات، ما عندها نفط، ما عندها مياه، ما عندها زراعه، ما عندها كل شيء، تعتبر من الدول الفقيره بالعالم. شو تسوي هاي الدول؟ اقتصادها يعتمد على الاستثمار، تدور المستثمر دواره، تقول لك عمي تريد فلوسك تشتغل، تعال اشتغل يمي، تعال يمي شغل ابناء بلدي واعطيهم رواتب و و و و واشتغل اخذ راحتك. هل ليش حتى البلد يعيش؟ اما الجماعه يمنا شنو مستثمر، شنو تاجر، شنو رجل اعمال، المهم اللي يجيهم هو من الجماعه. شنو يعني من الجماعه؟ هو ده يفكر بمشروع، بس هذا المشروع هو على ورق فقط، يروحون يتعبون يرسموا لهم خطه او خريطة ما ويحطون المشروع وخلص انتهى. بالضبط من يتذكر النكتة اللي طلعت على سياسيين العراق
لما يقولون سياسي امريكي شاف سياسي عراقي قال له انتوا شلون تبوقون؟ قال له المشروع هذا الامريكي مبوق من عنده نص مليون مليون دولار، قال له انتوا شلون تبوقون؟ قال له شايف المشروع اللي وراك اندار الامريكي؟ قال له ماكو مشروع، قال له عافيه هو هذا المشروع. بالضبط يردون هيجي واحد. اما في قضيه اخرى جماعه التيار الصدري ما اعرف طقت عندهم الطقة بعد ما يعترفون بدولة ما دافتهم شو كل فترة نشوف قضية جديدة. حاليا يسمون نفسهم بالتيار الوطني الشيعي، كلمة وطني بالموضوع شلها دخل ما أدري. شنوا حملة شرسة إعلامية وقضائية على كل من يحاول كشف زيفهم ويفضحهم وكشف ملفات فسادهم، وقام بشان هجمة إعلامية ووصلت برفع دعاوى قضائية ضد الناشطة رنا عبد الحليم الصميدع الزيادي، ورا ما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشور إلها تكلمت بي عن والد مقتدى الصدر المرجع محمد الصدر. قالت بمنشورها ما نصه أنه أتباع التيار الوطني الشيعي يقيمون دعوة قضائية ضد الصحفية رنا الزيادي، ورا ما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشور أعلنت فيه أنه المرجع محمد الصدر كان مرجع لنظام البعث ويرتبط بمحمد حمزة الزبيدي اللي كان في بداية تسعينيات القرن الماضي رئيس وزراء العراق. تعالوا نسمع. انتوا خايفين انه وراء آل الصدر ما حد يحاسبه؟ آل الصدر طقاقتي زين، واللي يريد يهتم بيهم ويظل يشتم على اعراضنا انا اصفي حساب شخصي عندي اصفيه. ما طول مو انتوا زلمه بعينه ومتهالك ويتجاوز انا بكيفي من ناو جاي. خاف انت مهتم هناك بالمرقد لو بالحنانه ساعه اللي اريد اطب اسهلك من نصهم واعرف شلون اخذ ثاره منك. يعني من احنا صغار علمونا اهاليتنا لما اكو اتهام يتوجه لنا في قضيه ما يقول من صرتوا عصبيين وتعاملتوا ويا هاي القضيه بعصبيه وتعاملت وياها بمبدا القوه نعرف انه انت الخسران ونعرف انه هاي القضيه تمسك. اما اذا حكمت عقلك وتعاملت وياها بهدوء نعرف انه هي ما ماستك اصلا. فعلمونا شلون نتعامل ويا بعض القضايا، شلون نتعامل بهدوء ويا بعض القضايا وشلون نتعامل بتعصب ويا بعض القضايا الاخرى. بس الجماعه اليوم بالعراق يوم يشيلون من كربلاء واحد مهيمن ويضربوه ويكسرون خشمه ويطلعوه باعتذار، ثاني يوم يهددون ناشطة، ثالث يوم يهددون فلان، رابع يوم يروحون على أبو ناشط ويطبون عليه ويهددوه ويقولوا له نسح لك ونسوي لك. عيني أبو تيار الإصلاح، أبو تيار الوطني الشيعي، ما أعرف شو يسمي نفسك، إلزمهم وجماعتك شوية. تعالوا نشوف الناس إيش علقت على هاي المواضيع. أول تعليق موجود أنا من منصة إكس أبان، يقول القريشي قبل 3 أيام خرج ببث مباشر يناشد السوداني بتوفير حماية إلى بعد تعرضه لتهديدات من قبل أشخاص بالدولة بسبب عدم دفع الإتاوات لهم. أبو عبد العزيز، من يحكم العراق ميليشيات إيرانية تنتقم من الشعب العراقي سنة وشيعة. أبو كنان الأنصاري، شيء مؤسف والله، لا يستقر الأمر إلا بإزالة الحكومة والميليشيات. عبد الله بن أحمد الطائي يقول إلى متى هكذا الدم العراقي رخيص؟ إلى متى يبقى الاحتلال؟ ومن أتى مع الاحتلال هكذا يدمرون بلادنا. فكانت هاي التعليقات اللي علقوا بها الناس عن ما يحصل في العراق اليوم من تغول الميليشيات العراقية، وفعليا هي تغول، أصبحت الميليشيات مثل الغول. وأكو فيديو آخر راح يطلع ويانا بالملف الثاني، خلونا نروح الملف الثاني وشوفكم الميليشيات شلون صارت. نرجع بالملف الثاني مالتنا لعاصمتنا الحبيبة بغداد، لقينا بها فيديو مصيبة مو فيديو، واللي صار بهذا الفيديو بمنطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد. أفراد حماية زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني اللي يعتبر نفسه سياسي، وأنا أقول لكم دول السياسيين والصدفة اللي جوي على تالي وقت، اعتدوا الحماية على ضابط اللي ترددت أنباء أنه يعمل بجهاز أمني حساس، ما نعرف لحد هاي اللحظة. راح يجي واحد ويقول لي عادي شنو يعني ميليشيات اعتدوا على ضابط وصارت هواية، لا يحترمون قانون ولا يحترمون مؤسسات. أقول له نعم صحيح، صارت بالعراق اعتيادية
لكن المصيبة بهذا الموضوع أنه عناصر هاي الميليشيات اللي أكو أنباء تقول بدر وأكو أنباء تقول بابليون والأنباء شبه المؤكدة تقول بابليون حماية ريان الكلداني. ذول الحماية سووا ضربوا الضابط وما اكتفوا، نزعوا رتبته العسكرية وشمروها بالشارع بمشهد يعكس لكم تدهور هيبة الدولة وضياع هيبة المؤسسة العسكرية وهيبة الرتبة العسكرية اللي موجودة على الكتف وراء سنة 2003. ضعف الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن وحماية المواطن نتيجة سطوة هاي الميليشيات. وأكدوا الناشطين أن الحادث الأخير هو مو الأول ولا الأخير، ويعكس حالة الاستهتار الأمني والفوضى والتجاوز من قبل الميليشيات. ولفتوا الانتباه أنه الصمت إزاء تجاوزات الميليشيات وغياب المساءلة القانونية تعمق من استهتارها وتماديها بالاعتداء على المواطنين المدنيين والعسكريين وفرض أجندتها هاي الميليشيات على المواطنين. تعالوا نشوف اللي صار بالمنصور. ضابط شلعوا الرتب مالته، قتلوه شلعوا الرتب مالته. هذا هاي منظمة بدر. شلعوا الرتب مالته. هاي لو اكو دولة تحترم نفسها وكل دول العالم راح تحترم نفسها بهيج موقف عدا العراق، كان انشالت بها وزراء، كانوا انشالت بها قواد امنية، كان صارت بها كوارث، وكان عالم حجت وتحاجت بها هاي القصة. انتو تعرفون شنو يعني رتبة عسكرية؟ الرتبة العسكرية لها هيبة لأنه هي مراسيم جمهورية أو مراسيم ملكية أو مراسيم إمارية، يعني مرسوم أميري أو مرسوم ملكي أو مرسوم من سلطان ما لتعيين ضابط. الترفيعات العسكرية بها مراسيم، بها كتب، وبها بها بها شيء. النجمة اللي تنحط على الكتف كل ما زادت الهيبة تكبر. بس هاي لما كانت جيش مو جيش محمد العاقول، لما كان جيش لهيبة يحترم القيافة والعقيدة والرتب والتسلسل والهرمية والمكانة والتاريخ، لما كان أكو جيش يريد يصون تاريخ الجيش العراقي اللي كمل مئويته وأكثر، يريد يصون هذا التاريخ ويكمله أكثر وأكثر، لما كان أكو جيش يمشي بالشارع وتشوف جندي قدامك تخاف من الجندي قبل ما تخاف من الضابط، ولما كنت تشوف الضابط يمشي بالشارع تحس بهيبة الجيش وهو قاعد يمشي مو إلا بثكنة عسكرية. هم اليوم بالعراق حمايات ما تعرف ذولا منين، مكملين ما مكملين، لابسين مدني ما لابسين مدني، منو اللي جابهم، منو اللي حطهم، شنو هم وجودهم بالدولة وشنو هم وجودهم هنا، ينزع رتب، صاروا وزراء ما شاء الله في وقت انه احنا عندنا وزراء صم بكم لا يسمعون ولا يحجون. اما في محافظة كربلة الطامة الثانية فيديو يخبل طلع بيه ابو او والد معاون قائد شرطة كربلة. من المعاون؟ العميد احمد العبودي، ابو احمد العبودي ابو العميد اللي حاط نسر وثلاث نجمات يهدد الاهالي بالسلاح. ليش؟ لانه ذول اشتروا قاع، القاع وين؟ بصفه، صاروا جوارين، ما يريد الاخ اكو جيران اله،
طلع والد معاون شرطة كربلة تهجم على صاحب قطعة الأرض اللي اشتراها وهدده بالسلاح. الطامة الكبرى يقول له أنا ما أعترف بدولة ولا أعترف بالقانون ولا بالقضاء. وطلع سلاحه وحاول يرهب صاحب الأرض. يا ترى هاي ابنك معاون قائد شرطة وانت هيج، لا عتب على الباقي. هاي وحدة. اثنين، السياسيين محمد الشيع السوداني القائد العام للقوات المسلحة وعبد الأمير الشمري وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس السلطة القضائية فايق زيدان، شنو رأيهم بالموضوع؟ أتمنى يطلعون بتصريح أو مؤتمر صحفي ويعلقون على اللي راح تسمعوه هنا. ولا قانون ولا قضاء. ما في تحددنا من بيكيس يا حد. أنا هددك من بيكيس. ما الله وكيلك. حد بيكيس يا رحمة مو حد شهر. دي عم أحد. حجي حضرتك منو ابو حجي؟ انا ابو احمد العبودي. ابو احمد العبودي والنعم هذا راسك. حجي تعب الزهراء الله يحفظك. اي اي ابنه ما شاء الله احمد العبودي داز له مفرزه وكلبشات وسلاح. ادري العراق صار ملك ابهاتكم. شو العراق نعرف عراقنا من اكثر من 6000 سنه. ما سمعنا العراق كان ملك صرف الحامورابي ولا نبوخذ نصر ولا نبو بلاصر ولا قلقامش ولا صديق قلقامش ايكيدو ولا اسر حدون ولا أبو جعفر المنصور ولا هارون الرشيد ولا المعتصم ولا المنتصر بالله ولا ما سمعنا. الحجاج اللي تقولون عليه ظالم ما طلع وقال العراق مال أبويا. ما سمعنا. هاي شقد تشوفوا العراق شقد مرت عليه حكومات وحضارات و و و من تأسيس الملكية لليوم. لا الملكية وجماعة البلاط قالوا العراق مال أبونا ولا عبد الكريم قاسم جماعة الزعيم قال العراق مال أبونا. أصلا مات وما عنده بيت، إيجار كان قاعد وما لقوا جيبه ما أدري ربع دينار ما أدري نص دينار. ولا جماعة أحمد حسن البكر ولا عبد السلام عارف ولا عبد الرحمن عارف ولا نظام البعث ولا أي نظام قال العراق مال أبويا. شو إلا الجماعة؟ شنو يعني اشترى قاع يمك؟ ممنوع؟ مو عراقي؟ هندي الأخ اللي جاي؟ باكستاني؟ صيني؟ مو مسلم بوذي؟ مع احترامي إلى كافة دول العالم وأبنائها وإلى كافة الأديان، مع احترامي إلها، شنو ممنوع يشتري أمك؟ لو فوقها يقول لأني لا أحترم دولة ولا قانون ولا قضاء. ويطلعوا لنا السياسيين حجت السيادة العراقية وقالت السيادة العراقية ويجب إخراج المحتل. خلصونا من نفسكم بالبداية وبعدين فكروا بالمحتل. ولليوم ما شفنا ما عندكم طلعتوا المحتل. شفناكم ضربتوا مطعم كنتاكي. تعرفون الدجاج اللي كان ينطبخ بالمطعم كان عنده حملات تخريبية لتدمير العراق، فراحوا ضربوه حتى ينهون المؤامرة الدجاجية على العراق. هم انضربوا مطعم كنتاكي على أساس ضربوا المصالح الأمريكية. ما يعرفون يضربون قاعدة عسكرية أمريكية، ما يعرفون يطلعون الجنود اللي موجودين بالعراق، ما يعرفون يطلعون السفارة، ما يعرفون يسكتون السفير الإيراني ولا السفير الأمريكي اللي قاعدين يدخلهم بالعراق. لا بس مطعم شركة ما آي أوكي يضربوها، أما ذولا ما حد يقدر يحكي معهم. ناس علقت، أبو أرشد يقول
وينك سيد القائد العام للقوات المسلحة؟ وين وزير الداخلية؟ دولة تائهة كلها عصابات وميليشيات مسيطرة على الدولة. حسين جابر حلو، للأسف هذا واقع حال العراق حاليا. نجم الجنابي مع الأسف أصبحت الرتبة مهانة في الوقت الحاضر، إيه والله مع الأسف. عمار العبيدي، للأسف حال ميليشيات العراق تحكم سيطرتها على العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سامي حمادة الطفيلي يقول هذا الاستهتار هذا من حزب فلان، وهذا قرايب الوزير لو نائب، هيبة للدولة لا يوجد من يحاسبهم، فوضى سرقة أموال الدولة، لا يحاسب إذا وصل الفساد إلى القضاء وإلى التربية، إذا ضاع الأمان وضاعت القيم. هيثم يقول أساسا لا توجد حكومة ولا يوجد قانون في العراق، وإنما توجد عصابات ولصوص وقتلة وفاسدين هم يحكمون العراق ويسرقون أموال وثروات العراق والشعب العراقي. فكان تعليق الناس على قضية ضياع هيبة الدولة وابتزاز الميليشيات إلى المواطنين وتغول الميليشيات بالعراق. وأبو عميد يقول هماني ما احترم الدولة والقانون وغيرها، وحماية ينزعون ضابط رتبته بنص الشارع ويشمروها بالشارع ويدوسون عليها. في بلد مع الأسف بلاد الرافدين، بلاد الحضارات، بلاد أول شرائع وجدت على سطح الكرة الأرضية وسطح المعمورة، مسلة حامورابي اللي اعتمد على جزء كبير من أدها القانون الفرنسي، اللي اعتمدت عليه أغلب دول العالم في دساتيرها وفي قوانينها الداخلية، اليوم يصبح بهذه الصورة. البلد اللي علم العالم القراية والكتابة اليوم يصبح بهذه الصورة. البلد اللي كنا نفتخر بمنجزاته في زمن الحضارات ما قبل الميلاد، ونفتخر في منجزاته ووقوف المثنى في زمن الخلافة الراشدة ضد الفرس ومحاربته إنهم لسنين طوال، ونفتخر بمعركة القادسية ضد الفرس، ونفتخر بمعارك الجيش العراقي البطل الباسل في الذود عن أبناء الوطن العربي وعلى رأسهم القضية الفلسطينية. نفتخر بوجود مقبرة لشهداء الجيش العراقي في جنين بفلسطين، ومقبرة لشهداء الجيش العراقي في منطقة المفرق بالمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا في سوريا. نفتخر بعروس الثورات العراقية، ثورة 20 اللي أحبطت أكبر مؤامرة على العراق والاحتلال الإنجليزي للبلد. نفتخر بكثير من الأمور، حتى جاءنا المحتل الأمريكي ومن معه على ظهر الدبابة الأمريكية مع الأسف. نروح هسه إلى ملفنا الثالث، وهو ملف عن محافظة البصرة. عندنا أبو علي من لندن، حياك الله يا أبو علي. الله يحييكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتكلم على الهجوم الميليشيات على المطاعم. نعم. الأمريكية والكاسي والكنتاكي وغيرها. نعم. لأن أنا أسألهم سؤال، الأمريكان مو جابوكم، مو قعدوكم على المناصب، مو طوكم المناصب، مو طوكم المعسكرات والسلاح. نعم. بابا انتوا ما اعرف يعني الغدر لي وين وصل فيكم. بعدين انتوا عوائلكم مو كلها بامريكا وبكندا وباستراليا وباوروبا، اولادكم. ذاك اليوم انا شفت مقطع يعني مثل فيديو قصير، شو اسمه هذا، فالح الفياض العام ما ادري شنو للحشد الارهابي، قاعد بمطعم كاس بي، مطعم امريكي، قاعد وياكل وكذا في ما ادري، اعتقد هو كان ترانزيت باحد الدول في مطار يمكن بامريكا، ما اعرف وين، ما اعرف. زين انتوا ليش وقت يعني الى متى، ليش وقت هذا، ما اعرف ليش وقت يا اخي، يعني هو هذا حكم يعني هاي 21 سنه، ما اعرف لوين تريدون توصلون، انتوا لوين تريدون توصلون. نعم. يا ميليشيات يا عصابات. نعم. بلد لا بي أمان، لا بي سياده، لا بي احترام. الدور وزير الداخليه كل شيء ما يسوي، ها. ولا بعدين هذا الهجوم صار كان اكو سياره شرطه موجوده يعني مقابل احد المطاعم، وابد الشرطه ما تحركوا،
ما تحركوا. يعني الميليشيات والعصابات في العراق أقوى من الدولة، بل هي يعني هم مسيطرين على الدولة، على على وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، بما يسمى وزير الخارجية ووزير الدفاع. يا أستاذ أفل، هاي العراق محكوم، أنا قلتها قبل 10 سنوات، بيد ميليشيات عصابات تابعة لإيران. فما على الشعب العراقي، عم يقوم من النوم، كافي نوم، وقوم حرر وطنك، حرر بلدك، حرر عراقك من الميليشيات الإرهابية الإيرانية في العراق. لا تنتظر لا أمريكا ولا أي دولة عربية تجي تحرر وطنك وعراقك من الميليشيات الإرهابية في العراق. إذا أنت ما تحرر وطنك ما حد يحررها. نعم. ويبقون هاي الميليشيات بالأسوأ والأسوأ. نعم. شكراً شكراً لك أبو علي. مع الأسف اليوم بالعراق لم يعني ماكو شيء اسمه دولة، هي عبارة عن مجموعة دويلات تحكمها ميليشيات متصارعة فيما بينها حتى تحكم سيطرتها على منطقة ما من العراق، منطقة صغيرة هالقدودها. تلقون بمحافظة نينوى جماعة ريان الكلداني وغيره وغيره يتعاركون بيناتهم حتى يسيطرون على قضاء أو منطقة ما بالمحافظة، حتى وراء يسيطرون على المحافظة، وبديالة كذلك، وبغداد كذلك، وبالتأميم والأنبار وصلاح الدين، ذي قار، القادسية، المثنى، البصرة، ها كلها ايش دا يصير؟ هي عبارة عن صراع بيناتهم، مو لأجل السيطرة، لأجل المنفعة الشخصية وزيادة الأرصدة البنكية فقط. ملفنا الجاي من محافظة البصرة اللي يحكي به عن قضية انهيار الواقع الصحي. لقينا مواطن ينقل معاناة أمه المريضة وهي بحالة حرجة جدا بداخل مستشفى الصدر التعليمي بسبب انطفاء الكهرباء لساعات طويلة بداخل المستشفى وعدم تشغيل المولدات اللي من المفترض المستشفى ما تنطفي بها، وعجز إدارة المستشفى عن حل هاي المشكلة اللي أثرت سلبا على حالة المرضى. المريضة محتاجة إلى غسل كلى موجودة بالطابق السادس، كهرباء ماكو، يا ترى شلون يعالجوها؟ بأي طريقة؟ يعني نرجع إلى أيام ما قبل التاريخ، والله العظيم ما أعرف. تعالوا نشوف شنو اللي صار في المستشفى. يوم 5/6 وها جناح خاص مو عام، جناح خاص مطفية الكهرباء قبل الساعة ب 11 الصبح، وهسه الساعة ب 3:30 وأمي فاقدة الوعي وماكو كهرباء. لاك مدير مستشفى تروح له، شكو مسؤول احنا، قالوا ما شو نسوي، مو بيديني مطفية الكهرباء يعني بالحر وبالبصرة، لا اقدر اطلعها، لا اقدر اوديها مكان فاقد الوعي وعلى الاكسجين، شو اسوي يا ربي؟ طابق السادس. ها اتمنى هذا الفيديو يوصل لكل شريف، غسيل الكلى يعني تسمعون، وسمعوا امي شلون تهون، سمعوا امي شلون تهون، ما اقدر شو اسوي، بس اقومها من الفراش تموت، وين اوديها؟ وين اروح يا ربي؟ مضطر انه هاي حالتها وقاعد يهفولها، وين نروح؟ ماكو شريف، ماكو شريف. اتمنى هذا الفيديو يوصل الكل واحد عنده انسانيه وشريف. سمعوا يا رب وسمعوا امي، مستشفى الصدر طابق السادس وخاص مو عام، بعد وين نروح؟ وين نولي؟ وين نولي؟ وين نروح؟ وصلوا هذا الفيديو للمسؤولين، وصلوا شوفوا الناس، شوفوا التعامل ويا البشر شلون صاير. انا لله وانا اليه راجعون. شلون مستشفيات عندنا راقية؟ في وقت ما كان العراق يفتخر أنه التعليم بي مجاني والعلاج بي مجاني. التعليم كان بي مجاني ابتدائية متوسطة إعدادية، وراء طب كلية همينة مجاني. تتخرج تعيينك مركزي، تروح تلقى الوظيفة مالتك جاهزة، تعينت بالدولة تعينت، ما تعينت تروح تشتغل قطاع خاص، او اذا الله موفقك وتفتح شيء الخاص بيك تشتغل. سجلت ماجستير، انت موظف ومسجل ماجستير تاخذ راتب، يعني راتبك الوظيفي وراتبك لانك طالب دراسات عليا. اخذت الماجستير والله وفقك، راتبك الوظيفي ووظيفتك ماشية. سجلت دكتوراه، تاخذ راتب، يعني راتبك الوظيفي وراتبك لانك طالب دراسات عليا مسجل على الدكتوراه. اخذتها والله وفقك، انت وظيفتك ماشية وممكن تتحسن امورك. أما اليوم كل شيء بفلوس، وأصلاً التعليم ما معترف به، وخرج من التصنيف الأمم المتحدة للتعليم. والصحة كذلك، كنت الطب تعالج ببلاش وتطلع، وأنا واحد من الناس اللي سويت عملية بالتسعينات ببلاش،
أما اليوم ماكو كهرباء أصلا. أحد الناشطين بالبصرة قبل أشهر يقول موانئ البصرة نطت مبلغ قيمته 200 مليون دينار. يا الله يا بلاش نطوا دائرة صحة البصرة ليش؟ ضمن أموال المنافع الاجتماعية الخاصة بالموانئ. قال لك احنا عندنا منافع اجتماعية لازم نسويها، فأنتوا أريدكم تعالجون وتسوون صيانة المحطة المحطة البيولوجية أو محطة تنقية المياه البيولوجية الموجودة بمستشفى قضاء المدينة اللي متوقف العمل بها من سنة 2014 تقريبا، وتم إحالة هذا المشروع إلى أحدى الشركات المتعاقدة مع الموانئ. وقبل حوالي أكثر من شهر إجا كادر الشركة من أجل مباشرة بالمشروع، لكن لحد الآن ما باشرت الشركة، ولذلك على الشركة المحال عليها المشروع المباشرة بأسرع وقت ممكن حتى ما يصير المشروع حسب قول الناشطين مثل معمل أكسجين مستشفى المدينة العام. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة البيولوجية المتوقفة منذ عام 2014، طبعاً هاي المحطة البيولوجية في مستشفى المدينة العام، هاي الصفي مياه المجاري الثقيلة وتحول المياه الآسنة إلى مياه نقية. طبعا للمعلومة موانئ البصرة صرفت 200 مليون دينار عراقي لدائرة صحة البصرة من أجل صيانة ومعالجة هذه الوحدة. تلقون أبو الشركة يقول شنو 200 مليون؟ طوني 205 اشتغل لكم 5 ملايين و200 اللي هي. ايش راكضين ورا ال 200 مليون انتم؟ مو عيب عليكم تركضون ورانا؟ هن 200 مليون ايش راح تاثر على ميزانيه الدوله العراقيه ويا الافات مليارات الدولارات اللي من 2003 لليوم اللي ضاعن؟ الحاج كمال الحشام يقول صحه البصره ماذا تقدمون للانسان المريض؟ هذه معاناه متى تنتهي؟ ابو فهد خفاجي المفروض على هذا الفيديو مدير صحة ينحال للتحقيق هو ومدير مستشفى، ولا يقول شو اسوي، اقل شيء يقدم استقالة من المنصب ولا هاي الحالة. مالك رميض يقول تحت شعار بيع كل شيء وروح للمستشفى الاهلي هذا اللي يريدوه. وحيدر التميمي يقول كل المستشفيات اذا انقطع عنها الوطني بسبب حادث عدة مولدات، وين مولدات الكهرباء؟ ها ليش ما يشغلوهن؟ الى متى يبقى هذا الفساد؟ حمزة العراقي هذا الفساد في مؤسسات الصحة في البصرة. وفؤاد العراقي جميع مستشفيات البصرة من سيء إلى أسوأ حتى يضطر المواطن إلى المستشفيات الأهلية، وجميع أطباء البصرة مساهمين في المستشفيات الأهلية، فبالتأكيد يتم إهمال الحكومة، وهي هاي كارثة هي إهمال المؤسسات الحكومية بالتعليم وبالصحة. نروح مشاهدينا الكرام إلى محافظة البصرة أيضا، عفوا احنا ما طلعنا منها حتى نروح لها نبقى بيها. لقينا مواطن ينتقد إغلاق جسر الزبير اللي تم افتتاحها وراء الصيانة الأخيرة قبل سنة وثلاثة أشهر. ليش سدوها هسه؟ يقول لك يا باكو صيانة. اللي ما يعرف جسر الزبير، هذا الجسر انبنى سنة 1973، دمرت قوات التحالف بمعركة أم المعارك سنة 1991 بالعدوان الثلاثيني على العراق الجسر، تم إعادة إعماره على أيدي الشركة الهندسية العامة العراقية بذيك الفترة بال91 بالحصار. الهيئة العامة العراقية خلت للجسر فتحة ملاحية دوارة، يعني الجسر يفتح هيك حتى سفن تفوت وتطلع. تم افتتاحها ب 26/8/1992 يعني ورا سنة من الضربة مالته. ورا الاحتلال بسنة 2003 تحديدا بشهر 8/2017 وضع حجر الأساس لعمليات تجديد جديدة على الجسر. نفذ هذا التجديد من قبل شركة آشور العامة اللي ما حد يعرف وين أصلها وفصلها ومنه صعبة، بتكلفة قدرها بال 2017 13 مليار و400 مليون دينار، اللي عادل 10 مليون دولار باع الرقم على جسر طوله 224 متر، عرضه 15 متر، وأساكو صيانة. أردفتهم شغلة واحدة بس، هذا الجسر اللي سووا له صيانة قبل سنة وثلاثة أشهر سووا له صيانة وتجديد لسقوب كارتون، أردفتهم هاي. تعالوا نشوف. طلع
صلوات على محمد وآل محمد. أبشركم جسر الزبير الجديد اليوم مقطوع، والله شنو به صيانة، هاي بس من العراق، هاي بس من البصرة، كل ست شهور صيانة مع الجسور، كل ست شهور صيانة مع الجسور، لا حول ولا، يعني جسر جسر سنة سنة ونص ما يطول تصير به صيانة، ترى هاي كارثة والله العظيم كارثة. عما هاي العالم قاعد تطلع 25 سنة و30 سنة بالجسور وبالشوارع، وانا كل ست شهور صيانة صيانة صيانة. من 92 ل 2017 ما لي اعمال صيانة، بس من 2017 اللي كملوها بال 2022 ما ادري 23 بال 24 يسوون عليها صيانة. هاي مشكلة مشاريع العراق الخدمية اللي هي المشاريع الحكومية في حكومة الخدمات اللي رأسها أبو الله لا يوفقني. هاي مشاريعنا تلزيق بتلزيق بتلزيق. نبقى بالبصرة، لقينا مناشدة من أحد الأشخاص، إيه هاي المناشدة حول إكمال الجسر الحديدي القضاء لمدينة بالبصرة اللي ما تم إنجازه لحد الآن وما كملوا من سنة 2020، يعني جسر طوله 300 متر ما كملوه وصار لهم 4 سنوات. ادري ايش ينتظرون، الجسر القديم يوقع بالناس يسوي كارثه ويرحون نتيجه هذا الاهمال ارواح مثل اللي صار بجسر خالد، يلا يفكرون يسووا ويكملوا. المشكله انه العالم جاي تنتظر والصوج اقبح من الذنب، انه اكو اخطاء تصميميه او تنفيذيه، يعني اخطاء بالتصميم ما ادري بالتنفيذ بهذا الجسر. تعالوا نسمع شنو اللي صاير. إلى الآن لم يكتمل وطوله ما يوصل حتى 300 متر. مثل ما تعرفون جسر قضاء المدينة المعلق الجسر متهالك ويحتاج صيانة، ما يقدرون يسدونه إلا يكتمل الجسر الحديدي، لأن هذا الجسر راح يكون بديل. مثل ما شوفنا من 2020 إلى الآن الجسر غير متكامل، بحجة أن الجسر فيه أخطاء ما فيه ركائز أساسية، والآن حسب ما صرح أحد النواب يقول يحتاج إلى كشف، قيمة الكشف 700 مليون. مناشدة إلى السيد محافظ البصرة وإلى دائرة طرق الجسور في المحافظة. ركائز ما حاطه للجسر، ادري يتعلق بالهواء، السياره من تفوت يمشي ويدعي ما يوقع بيه الجسر، السياره من تفوت اكو رافعه شوكيه من الصفحه، رافعتي من الصفحه ورافعتي من الصفحه يلزمون الجسر حتى ما يوقع. شنو جسر بلا ركائز؟ شلون خططتوا لي؟ انا المشكله مو هنا، أنا المشاريع الخدميه اليوم بالعراق اكو شركات تسوي تصاميم وراها تجي تبلش وماكو واحد يتابع، ماكو جهد هندسي او متابعه من لجنه، ما يجي يقول لهم يابا هذا التصميم غلط، هذا التصميم راح يضيع الفلوس، ماكو. اما في محافظه ذي قار فلقينا ناشط يتكلم عن التلكؤ الصاير في مشروع جسر الزيتون بمدينه الناصريه، هذا كله بظل غياب المتابعه والمحاسبه من قبل الجهات المعنيه حتى يسرعون بانجاز المشاريع الخدميه. طبعا من نحكي وننتقي تطلع اداء النجاح ونجيني احنا صفوت وتجيك دعاوي لا بيها ولا عليها، لين طالب حقك وتنتقد عمل الشركات. احنا هسه بجسر الزيتون، هذا جسر الزيتون بواقع طول اكثر من 700 متر وجسر يعني مجسر عملاق معلق وصار له سنتين مباشره والعمل والعمل متذكر، يعني اليوم لاحظنا بس هذا العامل واحد يشتغل، جسر طوله يشتغل به بس عامل واحد كلفته 38 مليار دينار ويشتغلون بيه بس واحد. يا صدوق ما ذي قار والجهات الرقابيه واعضاء مجلس المحافظه اللي اعتبرته دوكو رقابي ما حد كلف نفسه وشال، ليش اسباب التلكي؟ ليش توقف؟ الناس تصيح الغوث من الازدحامات واحنا جسر طوله 700 متر صار له ب 3 سنوات ونعم الله عليكم وطلعتوا لنا عامل واحد. هذه بس هو هذا يشتغل فقط بالجسر كلفه 38 مليار. لحد يحاسب ولحد يراقب وهذا حاميه. جسر يبني واحد واحنا بيتنا اذا نريد نعمره نجيب خلفه ومساعد خلفه ولباخ هو هداد وصباغ وما عارفين بدنا نعمر بيت. هاي انت تريد تعمر بيت تجيب تيم كامل متكامل حتى يعمر لك البيت ويبلط ويخلي وبواري وكهربائي وغيره كله على مود تعمر. اما جسر يبني واحد هي طامه مو هنا،
هسه هذا الجسر اذا كمل العمل بالركائز ويريد يخلي هاي الصبه اللي المتن ما الجسر الطريق ما الجسر الخشب يبني بيده يصعد درج من هنا ويصعد درج من هناك ويقعد يدقدق بيده والصبه شلون يصعدها بسطول كل مترين يوم ايش قد يراد لنا كم سنه اذا عامل واحد يشتغل اوه حسبوها ايش قد يطول ناس لما شافت هالفيديو علقت جعفر اسماعيل دليل على عدم رصانه العمل جودي يقول كل عالم عندهم صيانه بس عراق صيانه تاخذ وقت طويل عقيل حسن قريشي تعال شوف جسر النعمانيه صار سنه مسدود بصيانه مسلم العبادي هاي جسور البصرة العالمية لازم كل ست شهر صيانة ياخذ له شهرين على ما يكمل ويستمر التلزيق سعد العتابي مجلس المحافظة حلقة زائدة لا دورة لهم ولا رقابة سيوف الناصري ما هو سبب توقف العمل في مجسر نبي الله إبراهيم وجسر الزيتون فكان هاي تعليقات الناس على قضية المشاريع المتلكئة أبو عواد من كربلاء حياك الله أبو عواد تسمعني أبو عواد؟ انقطع الاتصال ويا أبو عواد نروح هسه إلى قضية أخرى طشت بالفترة الأخيرة وهو إعدامات بالجملة للمعتقلين في العراق استداداً إلى دوافع طائفية ومحاكمات صورية هذا هو العنوان اللي تم اعتماده من قبل قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين في إنشاء هذا الانفوغرافيك اللي سلط به الضوء على حملة الإعدامات اللي تنفذها حكومة أبو الله لا يوفقني حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران بدوافع تتسم كلها بالطائفية تعال نشوف شكرا لقسم التواصل الاجتماعي راح يجي واحد يقول اريد اسالكم سؤال انتم ليش شادين رايتكم على الحكومه وعلى الميليشيات وغيرها وتحكون على مشاريعهم ما اعرف شنو كذب مشاريعهم صحيحه نوافير انصرفت عليها ملايين وصارت مزابل لو متنزهات ومساحات خضراء انغلقت واصبحت مكبات للنفايات او صارت عمارات لو مساحات خضراء كانت موجودة بالعراق العالم اعتبرتها متنفس صارت اليوم مناطق استثمارية لو مزارع العراق اللي حولوها إلى أراضي سكنية لو الزراعة اللي انقتلت بالبلد لو الصناعة اللي انتهت وكلمة صنعة في العراق انست قرية البصرة الضوئية المدمرة اليوم كذب مشاريع
تلزيق ومشاريع خدمية تعبانة مثل جسور كثيرة، إن كان جسر الأمة اللي بالقريعات أو جسر الزيتون أو جسر النبي الله إبراهيم أو طرق في البصرة وفي ذي قار وفي كركوك وفي التأميم والقادسية، إن كانت حصة تموينية وموادها والطحين السيال والتمن المعفن والفاصوليا المنخورة والمدودة والعدس المدود، شنو الشيء اللي أنتوا قدمتوا؟ الكهرباء اللي ما تنقطع نهائيا اللي أصلا صارت ما تجي، وقود اللي ما بأزمة، مي اللي ما عدنا بأزمة، وعد شرف وبيها قضبة شارب، سووا مشروع خدمي واحد، مشروع واحد يا السياسيين لأبناء الشعب العراقي بمنفعة أبناء الشعب العراقي، وخلوا المشروع يقاوم 3 سنوات، وعد شرف وقضبة شارب. أنا بنفسي أطلع أطبل لكم على شاشات التلفاز سنة كاملة 365 يوم إذا كملتوا مشروع لمدة 3 سنوات ما وقع أو ما فطر أو ما تلكأ وما صارت بمشكلة، أنا أطبل لكم. لو مدارس العراق اللي تكهرب، لو المدارس اللي ما كملت، لو المستشفيات، لو العلاج الماكو، حتى تعرفون إنه إحنا ليش نحكي عليهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى يوم الأحد الجاي. في أمان الله.